الحدث اليوم اللي هو مخيم عين الحلوة، يعني كأنه التاريخ يكرر نفسه قبل كل صفقة أو قبل كل أزمة. شو رأيك باللي عم يحصل؟ أنا بعد أولاً أنا يؤلمني جداً أن أرى صور الأهلين المدنيين والأطفال مصابين بتبادل نيران عشوائية بين مسلحين. هذا الأمر يتكرر، ولكن أعتقد أن الحجم الذي اتخذته الاشتباكات هذه المرة يعكس كأن نحن بفصل من مسرحية ستصل إلى نهاية مقررة مسبقاً، أي طرح موضوع سلاح المخيمات على الطاولة. وأنا أعتقد أنه بالرغم من المرارة التي تنتابني، أعتقد أنه علينا أن نضع الإصبع على الجرح وأن نلتفت إلى سلاح في المخيمات كما يجري الحديث عن سلاح في أمكنة أخرى. عندما يجري الحديث عن سلاح، لبنان وضعه غير طبيعي وفيه جراح لم تقفل منذ عقود. خليني أذكر أنه اللي مثلك بحق لهم أن يتكلموا عن السلاح، لأنك كنت تاريخيا من داعمي كل من قاوم إسرائيل. صحيح. وبعدك. طبعا. طيب كأني فهمت من كلامك وكأنه ما يحصل مدروس المخيم. لا أعتقد أنه مدروس، قد يكون بداية الشرارة الأولى قد تكون مفتعلة، ولكن الوضع غير طبيعي في المخيمات. طبعا. هناك سلاح متفلت من أي رقابة، وأنا لا أفهم أن يكون هناك سلاح في المخيمات بين أيدي مسلحين. يعني بينما لا توجد أي خدمات يجب جدية. أن يكون للقيادة الفلسطينية رأي بالموضوع، أن تخاطب الدولة اللبنانية، القيادة الفلسطينية بكلام واضح، لأن نحن نريد أن نحمي من هم ضيوفنا. أنا أقول ولا أتردد في القول أن الفلسطينيين في المخيمات هم ضيوف لبنان، ولكن طبعا نحن لم نقبل يوما أن يتجرأ سلاح فلسطيني على سلاح الجيش اللبناني أو على المواطنين اللبنانيين أو على السيادة اللبنانية، ولكن نحن نعتبر أن الأهلين الفلسطينيين الأهالي في المخيمات هم ضيوف لبنان، يجب أن نحميهم. صح. ونحن لا يجوز لنا أن ندخل أن تدخل السلطات أو المؤسسات العسكرية اللبنانية إلى المخيمات. هذا الموضوع غير طبيعي، يجب أن نرى ماذا يجري في الدول العربية الأخرى. دائما كان الوضع في لبنان مختلف، وكان هناك تساهل في مسألة سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، وحمل لبنان كمان طبعاً مسؤولية كل العرب التاريخية. سيدة جينا أهلا وسهلا فيك، سعيد أيضا أن تكوني معنا. شو رأيك بموضوع المخيمات؟ أحب أذكر بشو يعني الفساد، سوء استخدام السلطة لمصلحة خاصة. يعني إسرائيل والاحتلال لدولة فلسطين هي أكبر نوع وجريمة فساد مرتكبة في العالم أمام الجميع. وفي عنا قوانين دولية وعنا قرارات دولية طبعاً لم يؤخذ بها. كمان نوع آخر من الفساد سوء استخدام السلطة للمعنيين بوقف هذه القرارات وتنفيذها، لأنه مصالحهم ضد هالقرارات اللي هي محقة بالنسبة لحقوق الإنسان والفلسطينيين. فأولاً في عنا معتدي هو إسرائيل، ثانياً عنا ضحايا يلي موجودين جوات إسرائيل حالياً واللي عم بيعانوا بشكل غير طبيعي. اليوم كانت إسرائيل جنود عم بيبرروا أنه المستوطن يحق له بالسلاح أن يسرق غنم الفلسطيني. وبالناحية الثانية هن كمان هون ضحايا، ولكن هون ضحايا معهم سلاح، فغضبهم عم بيطلع على بعضهم بشكل بالنسبة لنا مخجل. مخجل لإلهم طبعاً، ومخجل لإلنا، لأنه كمان على أرضنا ممنوع هذا الشيء يصير وقت اللي موجود الجيش اللبناني وهو قادر أنه يحسم هذا. صحيح. الموضوع وخصوصا أنه وضع المخيمات أيضا الإنساني والاجتماعي. صحيح. مزري، والعمل ضئيل وفي فقر وفي عذاب. يعني يا ريت على الدولة لو في دولة، لو عنا دولة أصلا، مع أنه قاعدين بمراكزهم فاكرين حالهم دولة، ولكن لو عنا دولة حقيقية كانت من أول يوم بصير هيدا الاشتباك بتدخل الدولة لتتأكد أن الاشتباك بيوقف محله، مش بيصير عنا 60 جريح و11 قتيل. صح. وهذا بيذكرنا دائما بما حصل تاريخيا في لبنان.